البركان شهر الصدقات وحصاد الخير شهر القرآن شهر الإحسان فيه الإنسان بفيد للغير نتكافل فيه ونتواصل نتعاون فيه ونتعامل عون المحتاج صلة الأرحام رمضان التزكية والإيثار رمضان مشروع الاستغفار تزهر ساعات صيام قيام قم ضاعف بدلنا في رمضان بزكاة طهارة مالنا كمان والعمل الجاد يبقى شعارنا نتعايش حب أخوان أخوان نتكاتف من أجل السودان دي حاجة بتتعلق بحياة العواسة ناس زمان بيقوم يطلعوا العيش بيطحنوا العيش كده فترة طاحونة حاليا محراكة دي اللي بيعوزوا بيها ما غريبة لأن عارفها بس ما قادرة أجمع والله محراكة ده اللي تقريبا في الرقاق الأبريق بعمل مفرق ده الحجر اللي فيه عند جناسة صح؟ له علاقة بالدقيق طحين الحاجة دي المحراكة مش اللي بكب عليها وبتحربها كده حسي شغال شنو يا احمد والله الحمد لله مستوره هو اي حاجه قدامي بشتغلها طيب رايك شنو يا احمد في مشاريع جميله تتناسب مع وضعك بعمل ديوان الزكاه بتساعدك وبتساهم في هموم المعيشه زي شنو وهي اللي بيعملها منو وسيله نقل او ترحيل او مشروع بتناسب معك الديوان وضع معايير لاختيار الأسر اللي بتمتلك المشروعات دي طيب كده وضح لي أكتر ودي إجراءاتها كيف؟ بيحصل تنسيق مع جهات ذات صلة بإجراءات التراخيص وسداد الرسوم في حالة المشروع وبتشترك جهات دستورية وقيادات الولاية ودافعي الزكاة لمشاريع الأسر المتعففة جزاكم الله كل خير على فعل الخير يا حاج الزاكي جيتونا في الوقت المناسب رمضان كريم
وما شاء الله الجلسة جلسة أسرية، ويعني نحن لأنه قاعدة الحاج دي ما شاء الله عجبتنا، إنه يعني ما شاء الله كده مع الأسرة. ونسأل الله إنه ربنا يتقبل مننا الصيام إيمانا واحتسابا، ودائما الناس في رمضان ما بعد العشر الأوائل في رمضان بيكون حريصين إنه يطلعوا زكاة فطر، مش كده؟ زكاة فطر ده القيمة الأولى فيها إنه تكافل إسلامي، كل يعني الرسالة إنه كأن كل الأمة الإسلامية بتتكافل في رمضان وبتتعاون في إنه تقدم للفقراء فرحة، إنه الزول الفقير وغير الفقير في رمضان يفرح، في العيد يفرح مع الناس إنه ما هو ما محروم. عشان كده جاءت الحكمة إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض زكاة الفطر يعني، وجعل واجب على كل مسلم صغير ولا كبير إنه يطلع زكاة الفطر، عشان نحن نتساوى في الفرحة في العيد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. ففرحة العيد فرحة لها طعم مختلف، لكن خلونا نقول إنه الطعم المختلف ده بيحصل لمن نحن نهتم بإنه نطلع زكاة الفطر في وقت مناسب. في ناس بيطلعوا زكاة الفطر لكن بيهتموا إنه يطلعوا في آخر يوم، وفي زول بيجي بكون هو جاي للصلاة بعد ذاك بيطلع زكاة الفطر، بخط زكاة الفطر في 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 صندوق الجامع، مع إنه الغرض من زكاة الفطر إنه ما يمشي صندوق الجامع، مش كده؟ الغرض إنه صندوق زكاة الفطر ده يمشي لزول عشان يتساوى مع الناس في الفرحة ويفرح مع الناس. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى إنه الزول اللي بيطلع زكاة الفطر يعني ما يطلعوا الناس خارجين للصلاة، يطلعوا قبل خروج الناس للصلاة، يكون حريص عليها إنه يطلعها في زمن مناسب، وإذا الأمر استدعى إنه هو يتأخر شرط يطلع قبل خروج الناس لصلاة العيد. فكده عمنا ده أنت عندك تجربة طويلة في زكاة الفطر، إنك تطلع زكاة الفطر للأسرة ولفترات طويلة. فكده نحن نسمع منك أنت بتقول لكل الأمة المسلمة، لكل المسلمين اللي بيطلعوا زكاة الفطر، وصيتك لهم شنو؟ والله طبعا هي زكاة الفطر دي مقيدة بالصيام. نعم. إذا أنت ما طلعت الزكاة صيامك ده بيكون يعني معناه تطلع قبل طلوع الشمس. نعم. بدري. نعم. وبعدين يعني الزكاة دي بتطلع من أول يوم في رمضان. نعم. يعني عشان الزول ذاتهم يستفيد بها، مش يشتري حاجة، يشتري هدوم، يشتري حاجته. نعم. تدايون العزات ما بسي منها حاجة. نعم. وتطلع من أول يوم في يعني ممكن تطلع أنت سي في أول يوم في رمضان. يعني زول لسه يدوي هذا خيط هدوم ده يعمل له حاجة والله شو؟ لكن أنت تدايله يوم العزات وزي بقى. ما بيستفيد منها. يستفيد منها الناس لأن قافلة ذاته. كويس انه هو الزول من يطلع في اخر يوم في رمضان، اي زي ما انت قلت يعني لا من نجي نطلع في اخر يوم في رمضان وفي ليل، يعني ندي زكاة فطر لزول بالليل حتى لو داير يكسي منه طفل ما بيقدر يمشي السوق عشان يشتري، مش كده؟ ولا من نجي نديه يوم العيد الصباح حيعمل بها شنو؟ يلمها قروش، لو مسك قروش في يده ولده ما بكون كمل فرحته، ولا هو ذاته بكون فرحته اكتمل، لانه الحاجه اللي داير يعملها لاسرته في بزكاة الفطر ده ما قدر يعمله. والغرض انه نحن نفرح كلنا كأمة اسلامية مع بعض. فخلونا نقول انه نحن نشجع زي ما حتى اخواتنا ديل، لانه زكاة الفطر في ناس بيشتروا منه حاجات العيد السمحة يعني، اللي بتشتري ستاير، اللي بتشتري ملايات، لانها اللي بتشتري لبسات لبناتنا واطفالنا ديل ما شاء الله. ودي كلها في النهايه هي الفرحه، عشان تكتمل الفرحه بانه نحن صمنا وفطرنا، انه نحن اتممنا هذا الشهر ايمانا واحتسابا لله، وبعد ذاك قدرنا نفرح من حولنا بانه نساعدهم ونقدم لهم زكاه فطر. المساحه رغم انها هي واسعه، صحيح حديث الرسول لا من يتكلم ما قال شرط يطلع من أول يوم في رمضان، لكن قال زكاة الفطر واجبة، وحدد إنه شرط أن تخرج قبل خروج الناس للصلاة. لكن نحن دايرين نتكلم عن الأفضلية فيها، الأفضل إنها هي تطلع 200، وإحساس الأم بفرحة الأسرة في إنها تقدمت لهم حاجة طيبة في زكاة فطري، وإنهم هم فرحوا مع الناس ودخلوا مع الناس الحدائق والمنتزهات في الألعاب وكذا. فكده نحن نسمع من أخواتنا دي المشاركات إن شاء الله، ونقول إن شاء الله تكون هي وصايا لكل أم ولكل أخت ولكل أسرة سودانية.
زكاة الفطر طبعا أحسن استخراجها من بدري، لأن الواحد بيكون المحتاج ده بيكون محتاج لإنه يفكر، عاوز يفكر يستخرج شنو يشتري شنو. بس في يعني المال اليومي ده الواحد الإنسان بيفكر عاوز يجيب شنو من السوق ولا حاجة زي دي، عشان كده أحسن استخراجها من بدري، لأنه الناس بتفكر أول حاجة لما تقبض المال ده بتحاول تفكر عاوز شنو. أي نعم، لكن استخراجها متأخرة هو بيخليها يعني العيد بيمر من غير يعني فرح. أي فرحة. طيب اتفضلي. بالنسبة لزكاة الفطر فعلا زي ما قالت الأخت يفضل استخراجها من نص رمضان إلى نهايته، يعني عرفتها يعني 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 ما مستحب إنه يطلعوها آخر يعني يومين من رمضان، أو زي ما قلت أنت بداية العيد ما فيها فايدة، يعني حتكون أكيد يعني يعني أنت لما تستخرجها للناس أكيد بغرض إنه يشتروا بها ملابس للأطفال، يشتروا بها يعني مؤن للبيت كده. فلما يطلعها في أول يوم من العيد مثلا يعني ما حيلقى مثلا فرصة عشان يمشي يفرح أولاده مثلا أو 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 يعني يستفيد منها في البيت عامة يعني. فيفضل استخراجها من بدري عشان يستفيد منها باقي الأسرة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. زكاة الفطر زي ما قالت أختي تطلع من نص رمضان عشان الناس تقدر تفكر تشتري حاجة زي ما قالت، لكن طبعا في ناس كده أغنياء تلقاهم لأبعد حد لكن ما بيفكروا يطلعوا حاجة زي دي، يعني عينهم للناس الفقراء، يعني لو كان أدوا منها يعني جزء بسيط، لو أدوا جزء بسيط للمسكين المحتاج عشان يفرح زيه وزي القبليه، يعني يبقى في تساوي بين الناس. طيب نحن نقول انه زكاة الفطر في المقام الاول امر ديني، زكاة الفطر في المقام الاول هو امر ديني، وواجب على المسلمين انه يهتموا بها كحاجة في رمضان واجبة انها تخرج، ولانه الشرعي دلنا على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى كل صائم رمضان، وعلى الكبير والصغير هي واجبة، وأن تخرج صحيح دي مساحة طويلة، يعني الشريعة ربنا ادانا فيها مساحة إنه زول يطلعها، بس الشرط إنه يكون قبل خروج الناس للصلاة. وهي تخرج على نوعين، يعني في زول ممكن يطلع لأنه في الحديث يعني صائم من تمر أو صائم من بر أو صائم من شعير، ورد فيه المسميات الثلاثة، في حديث ورد فيه إنه صاعم من تمر وصاعم من بر، وحديث آخر ورد إنه صاعم من تمر وصاعم من شعير، فمعنى كده إنه ممكن يطلع مأكول وممكن يطلع مال، يعني ممكن يطلع حاجة مأكولة باعتبار إنها يعني هي وجبة زي ما قالت أختنا مؤونة للأسرة في إنه يعني يأكل ويشرب منها، وممكن تكون إن يعني مال لأنه بيعين الناس برضو على شراء بقية الاحتياجات الأسرية اللي بيفرحوا بها الناس وبيتعاملوا بها وبيعيشوا بها في حياتهم. فنقول وصية لكل يعني مسلم يكون حريص لاستخراج زكاة الفطر في وقت مناسب. الوقت المناسب ليه؟ لأن الأسرة تقدر حالها، الأسرة على الأقل يقدروا حالهم، الدائرين يعني وجبة يكونوا عرفوا إنه والله وجبتهم جاهزة، الدائرين يفرحوا أبنائهم يكونوا عارفين إنه لبس أبنائهم قيمته طلعت، الدائرين يعني يغيروا على الأقل فرش البيت ووضعية البيت، إنه والله ما خلاص بالمعنى الفاخر، لو في مسكين ما قادر يشتري ملاية جديدة لو نحن ساعدناه في إنه هو يشتري ملاية جديدة يفرشها فرش جديد عنده في العيد، ده مستوى من مستويات الفرحة، مستوى من مستويات المعاونة بين الناس. زول ما قادر يغير لأبنائه نحن ساعدناه عشان يطلع لبسة جديدة للأبناء في رمضان، مسألة طيبة، وفي العيد فرحة جديدة وطيبة. ونحن نقول شكرا على المساحة السمحة اللي أديتونا ليها، ونقول يعني رمضان كريم، ونحن والله الظريف ده مدين لكم فيه تذاكر بتاع ألعاب، أنا ما أعرف هتلعبوا أنتوا ولا معاكم شوفوا هيلعبوا
فعموما ما في مشكله. نحن نقول اي نحن نقول انه هو يعني تذاكر بتاع العاب ورمضان كريم، وان شاء الله نسال الله انكم انتم تستمتعوا بها، وشكرا لكم شاكرين ومقدرين للجلسه. رمضان كريم. مفاجأة منتزه الرياض العائلي، صالة ألعاب الإلكترونية بأحدث الألعاب اليابانية. نحن في كبثر توينا سلسبيل العلم كوثر، نهر جاري في دمانا لعقولنا يضوي يبهر. في طريقنا وفي مسيرنا تبقى شمعة ويبقى جو، في طريقنا وفي مسيرنا تبقى شمعة ويبقى جو. واسم الهوية وصوتنا الثقافي، ننير التنوع رياضة وتصافي، نعزز غيمنا سلام العوافي، سلام العوافي. مشروعنا الثقافي طريق الصدارة، وعالم في نور والغيم والحضارة، وبين الشعوب للتواصل سفارة، سلام العوافي. مهرجان الثقافة رسالة ويام، أغنيات الوطن والكتاب التزام، وصوت الثقافة سفير للسلام، سلام العوافي. مفاجأة منتزه الرياض العائلي، صالة ألعاب الإلكترونية بأحدث الألعاب اليابانية. تفضلوا بزيارتنا لتلعبوا بأمتع اللحظات وأجمل الذكريات. موقعنا الخرطوم، الرياض شرق مطار الخرطوم، منتزه الرياض، ملتقى الأسرة والأطفال الأول في السودان. أهلا بكم. سلام البيت لسلام الحي، تسلم الجامعات تبقى شعلة ضي، والوطن ينعم بالسلام الحي. بالسلام تحقق الأمان، وبالأمان تحقق الإنتاج، ودون سلام وأمان ما في إنتاج. راشد دياب، فنان تشكيلي. تعزيز السلام للسودان ضمان، ما في ولي موضوع يا أخي. فيك الولد ده، فيك الولد ده، تعال يا غالي. ما جاي، اعوذ بالله منكم يا اخي، اعوذ بالله. يا ولد انا بتكلم معاك. الولد ده اسمه يسار. بالله شوف الولد ده. يا
فقلت كويس؟ اه كده كيف؟ اه كده كيف؟ يا ولد انت مشكلتك شنو مالك؟ مالي؟ مشكلتك شنو؟ الاساتذه بيشكوا منك في الفصل، الطلبه بيشكوا منك، مالك انت في شنو؟ ما في حاجه والله، لكن بيزعلني والله ما بخلي. يا ولد يا واد خليك طالب مهذب ومحترم وامشي معانا عديل، وبكره من الصباح بلاي معك ولا امرك؟ اول ما بيجي معي. ليه ما يجي معك؟ ما عارف. بكره ولا امرك لو ما جا معك ما تجي المدرسه، تفضل امشي فصلك. ولا ما ماشي فصل، ماشي البيت طوالي. يلا امشي البيت طوالي. باغر ان احنا ولدك ده تعبنا معاه جدا جدا. تعبنا معاه والله عديل، ما عرفنا نعمل له شنو. اسمح هنا يا استاذ. تاني ما تضربني، الولد ده عايزين تقروه وعايزين تقروه، ما ده تقري عمو ما قري. ده ولدك يا باغر؟ يعني انا كل ما مر ضهر بالله ولدك ولدك ولدك، انا ما عندي شغل اجيب اساتذتكم هنا. انا كده تقريبا عرفت الحاصل شنو بالضبط. بس حاب احذرك انه ده ولدك وحيضيع من يدك وحتخسر انت. يا اخي اعوذ بالله يا اخي منك، اعوذ بالله يا اخي منك يا اخي، ما عندك شغل في الولد، الولد ده عليك تجريه وبس. ولدك ده ما لازمنا في المؤسسه دي، شوف له مدرسه ثانيه. انت جاي ما في مدارس غيركم هنا ولا شنو؟ انت جاي مدرستكم دي ذاتها مدرسه؟ تفضل اطلع برا يا باغر وسوق معاك ولدك. ولو ما طلعت، لو ما طلعت هعمل شنو يعني؟ هطلع انا واسيبها لك. اعوذ بالله يا حبيبي، اعوذ بالله يا حبيبي. قم يا ولد قم. يا ولد يا ولد ما تجيب لك الناس ريحه بطننا دي ما قد يا مرشوم. شو يا اخي؟ ساعتين احنا نقعد في الصوره دي ساعتين يا اخي؟ ده شو ده؟ ده شو ده؟ ده شو السلطه دي يا اخي؟ ده شو ده؟ والملاحده؟ الملاحده؟ مين هو مرخي؟ يا اخي الملاحده انت دكتور؟ شنو مين هذي؟ مين هذي؟ مين هذي؟ ما في ملح، ما في ملح. والله يا راجل ما جبتني وحسبتني، ازيد الملح انقص الملح نهائي ما بسلم منك. تسلمي من دي وتقعي في دي، دي ما بكتبها، تسلمي من دي وتقعي في دي. مش اكيد ده اكيد ده محامي ده مش يا اخي ده مش يا اخي اكيد كان يا اخي. يا ولد قوم امشي جيب لي زبادي، جيب لي زبادي من الدكان واو حتى امشي لعبد الرافع، عبد الرافع ده زبادي امور. قوم يا ولد. يا اخي ما بقدر يا اعوذ بالله يا اخي، انتم معذبيني كده ما اقوم يا اخي، ما لقيت شغل غيري يا اعوذ بالله يا اعوذ بالله يا اخي، اللي تودون الدكان يا ما لقيت غيري انا يا اخي اعوذ بالله يا اخي اعوذ بالله اعوذ بالله. طالح زي امك، اعوذ بالله منكم. يا سلام يا دي أجمل قهوة أنا أشربها. جدي؟ أي والله تعال على الكاميرا وقعد معي.
عشان القهوة دي تخش في المزاج. عارفة القهوة بدوني ما جميلة. انت مالك يا اخوي ليه؟ ولا اي حاجة، بس لاني طولت ما تونست معك. اقول لك حاجة، سر غريب، دي اجمل قهوة انا اشربها في حياتي كلها.